دكتور احمد الصفار، سياده النائب، كيف تعقب على هذه الجزئيه؟ يعني الورقه البيضاء مو وقتها، ممتازه جدا، خارطه طريق استراتيجيه اقتصاديه تعيد تاهيل الاقتصاد العراقي وتبنيه من جديد وتضع اسس اداره اقتصاديه لموارد العراق، لكن مو وقتها الان. دكتور زيد، انا اتفق مع اخي العزيز دكتور عبد الرحمن، لكن شكرا. تسمية الورقة البيضاء الحقيقة اللي عدوا هذه الورقة فريق من العراقيين اللي موجودين حاليا بريطانيا، ومعالي الوزير أيضا هو يعمل هناك، فاعتمدوا على تحليل يعني أوروبي تقريبا. هم عندما يحضرون يعني فد مشروع معين في البداية، المسودة المشروع يسموها ورقة بيضاء اللي هي تعد للمناقشة، بعد المناقشة والإضافة والحذف تطلع تصير ورقة خضراء حتى تكون جاهزة للتطبيق. فالتسمية جاءت من هنا. نعم صحيح أن الورقة يعني مضمون الورقة هي عبارة عن خطة اقتصادية متكاملة بعيدة المدى، يعني أنا في تقديري هي خطة أكثر من خمسية ربما عشارية، لأنه الآن دكتور زيد يعني يمكن دكتور عبد الرحمن يتفق معي، يعني زمن التخطيط والفترات اللي كانت تحدد في السابق بوضع الخطط اللي هي استراتيجية 50 إلى 25، ثم 25 إلى 5 خطط خماسية، ثم الخماسية إلى خطط أداء سنوية، لم تعد موجودة. الآن عصر العولمة، عصر السرعة، وهناك متغيرات تحدث سريعا، تم الاعتماد على البرامج أو الخطط القصيرة الأجل. ولهذا السبب أنا أرى في هذه الورقة هي عبارة عن خطة طويلة الأمد مقارنة بالخطط الحالية أو البرامج لكن الحالية. لكن تتفق دكتور، معذرة، تتفق أن لها تكلفة باهظة اجتماعية يتحملها الجمهور. هذه العبارة يعني دقيقة، وبالتالي احنا اذا مضينا في تطبيق الورقة البيضاء ضمن الموازنة 2021 ستكون هناك ربكة على المستوى الاجتماعي، على المستوى السكان. يعني هذا الشيء اعتقد يعتمد على الحكومة، الطرق اللي تختارها. اذا اختارت الطرق البسيطة نعم ستكلف الشعب والطبقات المحدودة الدخل والثابتة، لأنه راح يكون التركيز فقط على ضغط الإنفاق العام أو ترشيد الإنفاق العام على حساب هذه الطبقات. أما إذا كانت الحكومة تتمكن ولها إرادة وجرأة في أن تصل إلى الإيرادات العامة والوصول إليها وإنقاذها أو فكها من أيادي المتسلطين أو الداخلين على هذه الإيرادات، ستكون التكلفة شكل آخر، ربما أنه لا 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 يتأثر أو لا تؤثر على الطبقات الفقيرة، أو حتى مسألة الرواتب هي يفترض أنه الدولة لا تقترب منها. بالمناسبة دكتور، يعني إجمالي الرواتب يعني حتى مع متعددي الرواتب عفوا والفضائيين وغيرهم عفوا يعني يصل الى حدود 40 تريليون دينار عراقي، والباقي 40 تريليون يكلفون الدولة سنويا من الموازنة العامة سنويا. نعم سنويا يعني هي كانت 38، صار هناك تعيينات وصلت إلى أكثر من 45 تريليون، لكن هذه التعيينات غير رسمية، لأنه تعرف أنه التعيين يحتاج إلى تخصيص درجة وتخصيص مالي في الموازنة. وإحنا بس ترى دكتور 40 تريليون ترى رقم يعني مخيف، يعني بالتأكيد رقم مخيف. ليش؟ لأنه يعني أنا يعني العجز معذرة، العجز سولف نبيه بالبداية المتوقع 70 تريليون وأكو 40 تريليون متعددي رواتب وفضائيين، معقولة يعني؟
يعني ما اكو فت رقم دقيق، لانه المشكله احنا ما عندنا داتا بيس، قاعده بيانات ما موجوده. حضرتك تعرف يعني حتى وزير التخطيط بها هذه ماكو قاعده، وزير التخطيط وزير الماليه ما يعرفون عدد الموظفين.